بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، جماهير أعظم نادي في الكون، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناة النادي الأهلي، وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي، واللي هيكون النهاردة لقاء النادي الأهلي أمام طلائع الجيش في الجولة رقم 33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اللي هيقام النهاردة بملعب الكلية الحربية. خلاص بدأنا العد التنازلي، باقي مباراتين. طبعا زي ما حضراتكم عارفين صراع في القاع، صراع القمة خلاص انتهى، لكن الصراع على القاع او في القاع صعب جدا 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 جدا، وهيحسم مع الجوله الاخيره ان شاء الله. الجوله الاخيره هتتلعب يوم الثلاث، وزي ما احنا يعني بنتمنى كل سنه، يا ريت اتحاد الكوره ورابطه الانديه يكونوا مجهزين للموسم الجديد ان شاء الله، يبقى موسم تتلاشى فيه الاخطاء اللي حصلت في الموسم الحالي والموسم اللي فات كمان، سواء بالنسبة لتنظيم المسابقة وانتظام الجدول بعدالة، ما تضغطش فريق على حساب فريق آخر، وكمان تلاشي الأخطاء التحكيمية اللي كانت واضحة للجميع على مدار موسمين. طبعا مش بنقول إن الأخطاء التحكيمية هي السبب في ضياع الدوري من النادي الأهلي سنتين ورا بعض، مش هو ده السبب لوحده، إنما في عدة أسباب، منها تقصير مننا احنا معترفين بكده، ولكن كمان كان في قصور في النواحي التحكيمية. نتمنى ان احنا نشوف مرة واحدة بس جدول ثابت في تواريخ محددة زي ما بقيت الدنيا كلها بتعمل. جدول ثابت هيبدأ امتى؟ التوقفات امتى؟ هينتهي امتى؟ فترات التوقف معروفة للجميع للمنتخبات، وكمان في حاجة مهمة جدا جدا جدا، مراعاة الأندية اللي بتشارك في افريقيا. الأندية، بتكلم على الأندية، ما بقولش النادي الأهلي لوحده، لا، بقول الأربع أندية اللي متواجدة في المعترك الأفريقي، لأن السفر فيها بياخد وقت كبير وياخد جهد كبير من اللعيبة، واللي بيكمل في البطولة دي يا ريت يتراعى ظروفه. كل فريق مشارك في أفريقيا أو بطولات أفريقيا لازم يتحط له جدول واضح، ما يبقاش فيه ضغوطات زي ما حصل الموسم ده مع النادي الاهلي، والموسم اللي فات برضه حصل مع النادي الاهلي. اكيد اتحاد الكوره ورابطه الانديه عارفين دورهم كويس قوي 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 من دلوقتي. هنقول من دلوقتي خلاص اللي فات مات، ويا ريت تتلاشى كل الاخطاء، لان الدوري المصري المفروض يكون من اقوى دوريات المنطقه، بل هو اقوى دوريات المنطقه. لكن اللي بيحصل في السنوات الاخيره خلاه يتراجع لحساب دوريات اخرى.